الشاعر قبل ما أدخل وياك في معترك الحوار على قولتهم، نعم، نبقى من قصيدة. أنا عادة صراحة للأمانة يعني يوم يجيني شاعر أحاول أني أستغله في أني أسمع قصيد. أنا في شهر رمضان زين هذاك الشعر الغزل وهذا أنا أحبه لكني ما بصير فيه. زين لا هو عادة كذي. لا في الشهر هذا لها شوي. نعم نعم. زين فنحن سنصير مثلا شعر الحكمة. زين. فعندنا قصيدة عن الصبر. يعني الصبر بعد حتى على الهوى لكن صبر. زين زين الصبر حتى في رمضان مطلوب الصبر. نعم يقول يا صبر وش يابك في دنيا هل الشوق؟ شوق. يا صبر وش يابك في دنيا هل الشوق؟ تزرع عمل وانت شحيحة عطاياك. طاياك. دوم الأماني منك والقلب في توق، يلا عسى الدنيا تغير مزاياك. مزاياك. وياك نمضي والليالي بلا ذوق، حبك طرف واحد ترى ما هويناك. حبك يماطلني ولا هو دوا العوق، أنت وسيلة صرت قرب مطاياك. طيب. انت وسيله صرت قرب مطاياك. يا سلام عليك. صح لسانك. صح لسانك يا شاعر. نعم الله يسلمك طول عمرك. طيب شعر يعني خلنا شوي ندخل في 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 حوارنا وياك ونتكلم شوي عن شعراء الامارات بشكل عام. نعم. كيف استطاعوا اليوم شعراء الامارات من خلال اشعارهم وقصائدهم تجسيد التراث والمحافظه عليها ايضا؟ الشعر مثل ما انت شاعر، الشعر سوق كبير. نعم. زين صحيح. وكل واحد بين بايع وشاري. صحيح. زين والشعرانة في الإمارات شعراء قوى يعني ما شاء الله عندهم عندهم الـ الـ عندهم الـ عندهم الشعر بشكل قوي وعندهم الحلمة الشعرية وأمورهم يعني وصلت العالمية، مو بلا نقول على مستوى الإمارات ولا مستوى الخليج حتى الدول العربية. نعم. فصار لهم صيت كبير. والنقلة النوعية اللي انقلت الإمارات في الشعر اللي هي مشروع سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه اللي هو شاعر المليون بالنسبة للكبار وبالنسبة للنشئ الصغير، هذه سوت نقلة كبيرة يعني ونوعية في 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 الشعر وسوت لهم صيت، وفي نفس الوقت سوت صار الشعر الإمارات يضرب بمثل يعني بين بين. صحيح. وهو موروث. نعم. يعتبر الشعر الإماراتي فن. نعم. ومن الموروث الإماراتي الشعبي، فضروري أن نحن نحافظ عليه ونحييه ونحييه. نعم. دائما. صحيح. وأبدا. صحيح. في كل المناسبات الوطنية. صحيح. والدينية وال والشخصية ويعني الاجتماعية وكذا نحيي هذا التراث، لأنه هو هذا الشعر يدخل في كل المجالات. صحيح. سواء كانت مناسبات أفراح أو حزان لا قدر الله ولا غيره، الشعر هذا من يوم ترى بعد كانت فيه من سنين الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه يطول عمره كان فيه يسوي إخوات القمر هذه اللي هي منافسات. نعم. فنقول إحنا قلنا في بيت عندي أنا أقول والشعر دستور العرب دون تبجيل ما نبتدع فيه مروذات الزماني. صحيح. هذا الشعر مثل ما تقول دستور عند الناس كل اللي من السابقين يعني واللاحقين. صحيح. موجود. طيب. وشعرانا كفوا كلهم يعني ما حد نميز واحد عن الثاني يعني. نعم. طيب شعرنا لو نرجع شوي لبداياتك الشعرية. نعم. وعقولتهم شرارة الانطلاق الأولى متى كانت وكيف كانت شو ظروفها كانت؟ والله أخوي أنا بالنسبة لي أنا ما أعتبر مثلا ما أقول شاعر كبير، أنا شاعر من ضمن الشعراء هذا الموجودين. بدايتي كانت في أيام المدرسة يعني أيام في مثلا ما تقول في الثمانينات بداية التسعينات كانت في أيام الدراسة وظروف الدراسة وكذا، وإحنا الشعر عندنا يعني أنا عندي يدي شاعر وعندنا المحيط كله شعراء. فتعرف الأمور هاي تساعدك على الشعر. وتعرف بعدين الشعر له زمة كان أول. الشاعر بعد غير. فهذه اللي كان أنا والمشاهدين نتريى قصيدة منك اليوم. أنا قلت لك أنا يوم يوم أعرف إن شاعر عندي ضيف اليوم للأمانة أستغله، أنا ما قص عليك أقول لك الصدق. الله يطول عمرك. لأني أبغى أسمع الشعر. أنا إنسان أسمع أحب أسمع. الله يطول عمرك. شوف في قصيدة هذه مميزة أنا عندي وميزة عن كل شعري. يا سلام. زين بس إنها شوي طويلة يعني تأخذها كم دقيقتين. زين هذه قصيدة يحافظينها حتى ناس كثير يعني وفيها فيها بيت واحد هذا اللي هو يقول حتى الذهب لو طاح في الدرب ينداس ضاع الغلا لو كان على المقامة. يا سلام. يقول هذا يقول هي القصيدة لا يقول لا زال في قلبي من الشوق نبراس
شمعة أمل تضوي دروب العتامة، رجو الأمل في خاطري أرث هواس، قلب موازين العمر بالتمامة، ضاع العمر ما بين دقات الأجراس، ينهي من الوجدان قول السلامة، يا عين خلي الدمع قري بالإنعاس، مثل المقدر تتحدى المرامة، واخذي الحذر عن كل خافي عن الناس، لا يبين مكنون الضحى في الظلامة، كسر العواطف يمحي الحب مساس، ساس المحبة باحترام الغرامة، كلني داري بالمودة والإحساس، وتشن في الخافي رداد الغمامة، والحب في قلبي تبلاه وسواس، يخسى كلام الناس وأهل الملامة، قصد العرب يا أبو علي في بعض الأحوال مساس حراق ما ترضاه نفس الحشامة، حتى الذهب لو طاح في الدرب ينداس، ضاع الغلاء لو كان عالي المقامة، قيس القياس وخور الثوب بقياس، خوفي بعد فوت الفوات الندامة، والبس لباس قبلته ترفع الراس، تاج الحسن بدرا على في الظلامة، له ينشرح قلب الذي بات رماس، حتى الفجر والنود جنب هيامة، واسد الفجر نوره على كل الاطعاس، بدد الدجا ليلا بداه السقامة، غض الخلي ولا المشقة بها نحاس، سهران طول الليل والقلب شاعل ضرامة، ولكم سلامي عد ما صلت جناس على نبي الله خير الختام، اللهم صل وسلم على سيدنا. يا سلام يا سلام.